تحية مجد لكم. تنضم لنا ضيفة أخرى هي مدام سامية مقطوف، محامية عن هيئة الدفاع على رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق. مرحبا بك مدام سامية، تحية مجد لسي نصر بالسلطانة وليك جمال. القضية هذه دونك تقريبا عندها عامين أو أكثر شوية، اليوم لوين وصلت مدام سامية؟ القضية عندها عامين ما ولا أكثر، لكن المتهمين وبالذات المتهم اللي ينوبوا سي رفيق حاج قاسم داخل في الرابع عام من السجن. اليوم تشرفت باش نحضر إلى جانب زملائي المتكلفين بالدفاع على سي رفيق حاج قاسم، لأنه وتحت لي الفرصة باش نكون شاهد عيان على ديمقراطية ناشئة، إن ديمقراسي نيسانت. هذا ما يبشر كل شيء، لكن في نفس الوقت بالرغم من الثقة اللي عندنا في أغلبية القضاء التونسي اللي اليوم نزيه ومستقل، لكن بالرغم من هذاك الكل لازمنا نكونوا واعيين، لازمنا دو ريستي فيجيلون. علاش؟ على خاطر اليوم مالوغوزمون داخلين في أعوام بعد ما الثورة اللي قررت أنه من جملة المبادئ متاعها هي لا دينيتي، يعني الكرامة، كرامة الإنسان. الإنسان في حالته يعني طبيعية خارج السجن وفي السجن، الكرامة في الوقت هذا لازمها تتوفر. والمحاكمة اللي حضرت عليها اليوم إلى جانب زملائي المحامين كانت باش نوطوا هالديمقراطية هذه ونوعيوا القضاة أنه حق المتهم لم يقع لم يقع احترامه. يعني إذا كان السيد الوزير الداخلية السابق يقع مثوله أمام محكمة استثنائية عسكرية في الرغم اللي هو وزير يعني هو مدني، معناها كما وزير الصحة ماهوش بالذات طبيب، كيفاش وزير مدني إنسان مدني يعني وزير المواصلات ماهوش بوستاجي، كيفاش يمتثل بقواعد المحكمة الاستثنائية العسكرية؟ احنا اليوم والحمد لله ما حناش في حرب، صارت ثورة، صارت فترة اضطراب أمنية، لكن اليوم الحمد لله في طريق الاستقرار. باهي مدام يعني اليوم بدات المرافعات هي. اليوم المرافعات الدفاع، لكن لي بارتي سيفيل اهالي الضحايا المحكمه عطاتهم كل الوقت باش يقدموا المرافعات نتاعهم وباش يقدموا كل ما يلزمهم الأدلة اللي عندهم. لكن اليوم اللي يهمنا، انا جبت على الديمقراطية بكري، اللي يهمنا انه ما ينجمش تكون في ديمقراطية ناشئة سجين واحد لم تكن ما يتمتعش بمحاكمة عادلة طبقا للمعايير العالمية والمعايير الدولية اللي ننتظر فيها. المحاكمة نتاع اليوم معناتها كيفاش تراها بحسب زملائك اللي تابعوا القضية؟ اليوم بالله قبل النقطة هذه سامحني يا جمال الله يخليك، فقط حبيت نعرفوا انه دونك الى جانب سي رفيق الحاج قاسم فماشي متهمين العديد وكل الاعوان اللي يعني هما القيادات الأمنية بكاملة. انا اليوم علي سراتي موجود، سي تويري موجود، عادل التويري موجود. أنا اليوم حضرت على محاكمة سياسية، محاكمة للنظام السابق، محاكمة قرر ما نعرفش من طرف شكون أن يحاكمون هؤلاء وأن يدفعوا الثمن غالي ويكونوا قربان لمحاكمة ولغض باش يتشفى بعض
بعض الجوانب من ال دو سارتين بيرسون معناها اللي نفهمه في كلمه قبل ما نعطي كلمه الجمال وبعد نجيك سي نصر، وانه انت تقول وانه تقريب الناس هذوما هما اللي لبسوا قضيه شهداء الشهداء والجرحى وهكاك نسكروا الملف نتاع شهداء الثوره والجرحى تقريب هذا اللي هذايا هو كلامك. هذا هو الحقيقه وهذا هو الحمد لله الراي العام بدا يفيق وبدا يعرف ويقتنع انه اليوم بالطبع ثم ضحايا الله يرحمهم وينعمهم حقهم ما لازمش يضيع، لكن ما تنجمش تعطي حق لحد على حساب حق اخر. واضح جميل. في ساحات المحاكم بين القضاة وبين المحامين وبين التحقيق ما فماش كلام معناتها سياسه ومش سياسه وكلام شعر وكلام ادبي، فما وقائع وفما ادله. معناتها المدعي العام قدم وقائع وادله، انتم باش تقدموا وقائع وادله باش تضحضها، اتيحت لكم الفرصه هذه والا لا؟ شوف سمحني نرجع على كلامك، ما وقعش تقديم أدلة، ما وقعش تقديم إثباتات مادية. مادية تثبت أنه هؤلاء ونحكي على القيادات الأمنية وبالذات الملف اللي نعرفه يعني النبوه السيد رفيق حاج قاسم، الملف فارغ، الملف فارغ فارغ. تعرف معناها فارغ؟ معناها اليوم اذا كان اون ابيس توت لي فوا دو ركور ونمشيو امام محكمه دوليه باش تقع تونس اللي مثلوا القضاء في تونس باش يقع الطلب منهم انهم يجاوبوا على اسئله كيفاش وعلاش العباد اللي مسجونين اليوم علاش وقع اتهامهم، علاش اليوم علاش قاعدين يتحاكموا بالطريقه هذه. باش سامحني لانه الموضوع مهم ياسر. نقطتين من غير ما ندخل في جدل قانوني، نقطتين سهلين نحاول نفسرهم. سي رفيق حاج قاسم وقع مثل أمام ثلاثة تريبونو ثلاثة محاكم لنفس الأسباب بوغ لي ميم في. هذايا المعيار العالمي نوني بيسي نيدام انسان اللي هو موجود في القانون التونسي، ما تنجمش تحاكم نفس الانسان لنفس الاسباب امام في محاكم مختلفة. احنا الحمد لله معنا كان ثلاثة محاكم عسكريين عملوا دور على نفس التهم، برئ في 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 مكان وأدين في مكان نفس التهم. مو هذه الكارثه. وسامحني جوست النقطه يعني مهزله. الحمد لله معنا كان ثلاثه تريبونو ديكسيبسيون في تونس عسكريه ما كانش راهم عملوا دور تونس. لواش دور تونس؟ باش نحاولوا نشفيوا بعض الاطراف. راهو ما نجموش نوظفوا توانسه ضد توانسه. واضح. تونس شعب واحد. واضح ساميه. باهي نحب ناخذ بعد نرجعك على النقطه هذه نتاع حكايه ثلاثه محاكم اذا فهمتك مليح ولا لا. سي نصر قبل حكينا على ملف الشهيد شكري بالعيد كيف الحاج البراهمي، قلت انت وانه توقعت باش يتم غلق ملف الحاج البراهمي الله يرحمه، لكن شكري بالعيد لا. ملف شهداء وجرحى الثوره باش يتسكر بالطريقه اللي كانت تقدم فيها مدام ساميه ولا لا؟ معناها يمشيوا كبش فداء الناس هذوما وهكاك نقولوا بون الناس هذوما هي اللي كانت وراء قتل الشهداء نتاعنا ونسكروا الملف بالطريقه اللي حكيت عليها مدام ساميه. هو اكيد يعني في كل ثوره وما يتلو تلك الثورة من الضروري يعني بين ظفرين، هذا يعني وفق تقديرات السياسيين الذين يحكمون، أن يكون هناك كبش فداء أو أكباش فداء لما تم لعدد من الأحداث اللي تمت في البلاد، وهذه يعني الاعتبارات سياسية بحتة، سواء مرتبطة بسلطة حاكمة أو بمعارضة أيضا تدفع في اتجاه معين. أعتقد أن نفس السيناريو قاعد يتم في تونس، سواء باتجاه
اتهام بعض الأطراف أو غض النظر عن أطراف أخرى، والكل يعرفوا يعني عديد الأشخاص اللي ممكن كانوا متورطين ولكن تم غض الطرف عنهم، والبعض الآخر تورط في بعض الأشياء ولكن وجد نفسه أيضا مورط في مسائل أخرى. وهذا كما قلت هناك اعتبارات سياسية، أولا لحالة احتقان شعبي معين من الضروري أن يتم الأخذ بعين الاعتبار سياسيا لهذه الحالة وتهدئة إن صح التعبير تلك الشحنة الشعبية، ولكن أيضا في فترات معينة من الضروري أن يتم غلق مثل هذه الملفات في إطار تسويات قد ترضي البعض وقد لا ترضي البعض الآخر، ولكن يتم اتخاذ قرار فيها بأنها ستغلق وفق تسويات محددة. واعتقادي وأن هذا أنت قبلك قلت سمحني شكري بالعيد، فما قيادات سياسية وأمنية يعرفوا لافري فيرسيون معناها الرواية الصحيحة، هل أنه في الحالة هذه متاع شهداء ثورة 14 جانفي فما شكون في تونس يعرف ما نجمش يقول؟ شوف مش لافري فيرسيون لكن معطيات قد تدين البعض، ولكن كما قلت لك طالما لا توجد إثباتات أنه العديد باللي قريبين يعني من مصدر المعلومة سواء في الداخل أو الخارج عندهم معلومة بعض الأطراف اللي وراها هالمسائل هذه، ولكن ليس هناك إثبات بطبيعة. إثبات وقتاش يتم؟ وقت تكون ثم حكومة جي نتيجة انتخابات وشرعية أيضا يعني 5 سنوات أو أكثر بعد انتخابات يعني طبيعية وفي إطار علاقات دولية يمكن الوصول، لأنه نعرف ثم بعض الأشياء اللي ليست موثقة يعني كتابيا ولكن تسجيلات عديد المسائل الأخرى، وهذه تملكها بطبيعة قوى معينة معروفة. وقت نحب نأخذ المعلومة نبصر المعلومة كلمة معك مدام سمعني تفضل. السؤال الآخر هي الأستاذة هي المحامية متاع عائلة ميراح اللي صار فيها جدل كبير ياسر في فرنسا في العائلة، المحامية متاع العائلة. نحب نسألك سؤال مباشر، مراح هذا ليش محامية مراح عائلة الضحايا اللي قتلهم؟ مراح قتل 3 جنود من أصول عربية إسلامية. نحب نسأل عن مراح هذا، مراح هل هو إرهابي أم هو ولد المخابرات الفرنسية وإلا ضحية؟ شوف باش نحاول نجاوب مع افيك لو ريسبي دو لا بروسيدور باسكو لا بروسيدور اي تون كور توا في فرنسا. في الملف هذا انا الى جانب لي بارتي سيفيل الضحايا اللي قتلهم الارهابي محمد مراح اللي هو فرنسي من اصل جزائري لكن هو فرنسي حاول كما قال هو الى ايسيي دو ميتر لا فرانس ا جنو. جوست نقطه باش نربط مع المحاكمه اللي حضرت عليها اليوم، وبكل كي قلت لك فيه ثم برشا مع احترام الألم متاعهم ومع احترام الحزن اللي مروا به، حريفتي أم الأول ضحية محمد مراح اللي هو عسكري قال له باش نقتلك نحبك ترقد في القاع، قال له لا اقتلني وانا واقف لاني جندي، وقتله وفرغ المسدس فيه. امه اللي فقدت ولدها جندي عمره 25 سنه عملت ان اسوسياسيون جمعيه علاش؟ قالت جو نو با كونستروير سور لا ان، ما نجمش نبني على الحقد، ما نجمش نبني على الحقد، ما نجم نبني اسس صحيحه كان على الالتفاف حول الغير. قالت مراحة اللي توفى عنده نفس العمر هو ولدي، كان هو يعيش لو ما كانش ضحية الإرهاب والإرهابيين ولدي اللي هو جندي مقتنع بخدمته كان كذلك يعيش. علاش قلت هذايا؟ باش على خاطر يظهر لي الوقت قام ووصل باش الحكومة اللي نتمنى لها النجاح تاخذ يفوكالي لو كوراج باش تقرر أنه جاء وقت لا ريكونسيلياسيون ناسيونال، يعني لازم التوانسة المصالحة لازمها تجي نهار من نهارات، لكن يلزمها برشا شجاعة باش توصل. وآخر نقطة بكري أني جبت على الكرامة بكري، من شهر ثم قضية أثارت الرأي العام كامل وخذت وقتها حظها في الميديا بفرنسا، ثم شاب عمره 25 سنة حتى على الفيسبوك صور تخص قطوس كيفاش عذب القطوس نتاعو، أحيل على محكمة وسجن لمدة عام لأنه عذب قطوس. فما أدراك
من تعذيب وسجن في زنزانة إنسان ما نملكوش ضده الوثائق اللي تدينه. ولو برانسيب اللي لازم يقعد بيناتنا أنه أي متهم هو بريء حتى تثبت إدانة. واضح مدام سامية، دقيقة تقريبا باش نختموا معاك. دونك اللي فهمته من كلامك قبليك على ثلاثة محاكم معناها كانوا رفيق الحاج قاسم تحاكم على نفس الأسباب نفس الأشياء نفس التهم أمام ثلاثة محاكمات، ولكن يقول لك الشهداء معناها والجرحى يختلف المكان والزمان نتاعهم. دونك شوف ثم سامحني مش فهمتني شو قصده. ثم قانون يجاوب على الجواب نتاعك هذايا، أنه بغض النظر على المكان اللي وقعوا فيه الشهداء ثم قانون يفصل بين عائلة الشهداء وبين الإنسان اللي متهم. ما تنجمش على خاطر كما قلت احنا الحمد لله عندنا كان ثلاثة محاكم ما كانش راهم دوروهم الكل القواد هذوما على تونس كامل على 24 محكمة. كما مثلا باش تكون واضحة الصورة، مثال اعطيناه اليوم مع زملائي في المحكمة، كما امرأة تقوم بقضية ضد زوجها لأنه ما عطاهاش النفقة وهي تسكن في باردو وتمشي لمحكمة باردو وتتحصل على النفقة وتمشي للأريانة وتمشي للمنزة وتمشي لسوزة وتمشي لصفاقس وتمشي فهمت يعني هذايا ممنوع منعا باتا طبقا القانون. على حسب ما يوم تاع القانون هذا على كل نختموا مدام وأن القضية هذه بشي يتم النطق بالحكم في شهر مارس هكا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أواخر مارس مع 24 مارس مع أواخر شهر مارس. وكما قلت كما بديت كلامي اليوم الثقة في قضاء نزيه عادل وحر موجودة، إن شاء الله ما يقعش عندي زيسبوار، إن شاء الله ما خيبة الأمل ما تصيرش، وإن شاء الله المعيار هذا لأنه بلد كما تونس توا اللي قاعد يبني في الديمقراطية نتاعو يلزم القضاء نتاعو خلافا على أنه يكون نزيه ومستقل وعادل يكون قضاء يحاكم المتهمين نتاعو طبقا للمعايير الدولية. واضح، شكرا لك سامية مقطوف محامية. سي نصر بن سلطانة شكرا على حضورك وكل المعطيات اللي أثريت بها برنامجنا. جمال يعطيك الصحة. نحن نوصلوا هكا إلى ختام برنامجنا، نقول لكم إن شاء الله بون ويكاند للناس الكل. لقاءنا يتجدد إن شاء الله نهار الاثنين الجاي مع 7 غير 4 على قناة تونسنا. صباح الخير وفي أمان الله.